اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله ام النهارده فقره تدريبيه لكل بنوته حلوه بتخش المطبخ عايزه تساعد مامتها، عايزه تعرف مامتها ان هي بتحب المطبخ وان هي كمان اتعلمت منها حاجات كتيره قوي. النهارده مع بعض هنعمل حاجه اسمها المولتن كيك، دي مشهوره جدا في بعض الكافيهات والمطاعم، بندفع فيها فلوس قد كده وفي الاخر ما بناكلهاش زي ما احنا عايزين. انا هعملها النهارده بالشوكولاتة واعرفك ازاي تقدري تحطي الفليفر اللي انت حباه، ممكن تعملها بصوص الفراوله، بصوص الكراميل زي ما انت حابه، ولكن اشهرهم مولتن كيك بالشوكولاتة. هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه. معانا اكله النهارده مشهوره جدا من المطبخ الليبي، كلنا عارفينها، المبكبكه بالفراخ باللحمه، ولكن حصريا النهارده وحقوق الطبع لدينا وبس هنعمل المبكبكه بالسجق البلدي. النسبه والتناسب في تسويه المكرونه اللي هو سر من اسرار تسويه المكرونه جوه الصلصه بتاعه المبكبكه هنشوف نعملها مع بعض النهارده ازاي مع السجق البلدي. معانا نوع بطاطس النهارده مشهور جدا، الاطفال بيحبوه وفي بعض السوبر ماركات بيبقى موجود في العلب، اسمها بطاطا كوركيت، البطاطا المتفرزنه اللي في قلب الفريزر يعني. انا هعملها النهارده بطريقتي البسيطه السهله واعلمك ازاي يا بنوته يا حلوه تخش المطبخ تعملي نوع بطاطس حلو جدا تقدري تحشيه لحمه مفرومه، فراخ، سي فود زي ما انت عايزه، لها اسرار ولها تريكات اتعودنا نشوفها مع الشيف المغازي. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان حلقتي فيها شويه تفاصيل النهارده وفقره تعليميه تدريبيه. خلونا طبعا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف، هنشوف خطوات سير الحلقه يبدا ازاي. هنستاذن مخرجنا الجميل معلش بعد اذن فريق العمل اللطيف الجميل الحلو اللي معايا، هنستعرض بس المشتريات بتاعتنا علشان ما نقولش ان احنا بنكلف او ان احنا بنعمل اكلات في متناول الجميع، بالعكس احنا بنختار الماتيريال بتاع الاكله وده في متناول الجميع. يعني هنعمل المبكبكه النهارده بالسجق، كلنا عارفين على ناصيه الشارع جزار بنعرفه الحاج ابو محمد، هات لنا نص كيلو سجق مع كيس مكرونه الصغيره دي الجميله الحلوه ودي معروفه في اي سوبر ماركت، دي اكله مشهوره في المطبخ الليبي. معانا بطاطس من خير ارضنا سلقناها وحطيناها في التلاجه مسبقا حتى التبريد، ولحمه مفرومه متعصجه من قلب التلاجه، وهنعمل نوع بطاطس اسمه بطاطا كوركيت مشهوره جدا في المطابخ الغربيه والاطفال بيحبوها. معانا المولتن كيك وده في مقادير في متناول الجميع، جزء بيضات من التلاجه مع شوكولاته مبشوره او كاكاو وسكر وزبده وفانيليا وبيكنج باودر ومعلقتين من الدقيق، هي دي المقادير بتاعتنا. انا النهارده بقى اعمل حاجه حلوه كده بما ان الجو برد، وشفت ان في على السوشيال ان الطقس النهارده بارد ليلا نهارا برضو شديد البروده، فعملت شويه الحمص الشام الحلوين دول عشان اتسالنا على السوشيال ميديا عايزين ناكل حمص الشام من ايدك يا شيف، احنا عملناه النهارده. ده بيتسلق ازاي؟ بناخد الحمص بننقعه من بالليل علشان ما نحطش عليه بيكربونات صودا اللي بتعمل انتفاخ وبتهري الجهاز الهضمي، فيفضل سلق الحمص على طبيعته بعد ما يتنقع من بالليل بالشكل ده كده مع بصل مع طماطم مع عرض فلفل حار مع فصين توم تطبخيه يعني، وتعصري عليه عصره ليمون مع شويه كمون وبالف هنا وشفا، يبقى احنا كده بندي طاقه في الجو البرد اللي احنا حابينه. معانا بصله بنحمرها على النار، اللهم صل على النبي. انا عايز بس انول الساده المشاهدين حاجه مهمه، احنا مش برنامج مطبخ، احنا على القناه الاولى يعني تلفزيون الدوله، احنا معانا فريق عمل قاعد في والله العظيم في بتاع 20 30 واحد قاعدين في الكنترول معايا على الاربيز هنا يعني على السماعه على وداني بيتابع كل خطوه وكل حرف انا بقوله على الهواء، ونقدر ان احنا لاي تليفون بيجي لنا بيتم التواصل معاه والملاحقه له وبنحترم رايه وكلامه وبنتواصل معاه ونحل له مشكلته بقدر الامكان. معانا مقادير الاكله بتاعتنا على الشاشه، سجق بلدي، مكرونه من اي سوبر ماركت صغيره الحجم ومعروفه دي بتاعت الكشري، وبصل وتوم، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل، معجون طماطم هنحط لها هريسه حمراء الموجوده معانا، والبهارات بتاعتنا لازم يكون فيها سبايس شويه فلفل حار لان المبكبكه معروف عنها لازم نهوى على بقنا كده واحنا بناكلها. ادي السجق اتقطع كده، ما نقطعوش يعني بالحجم ده كويس. البعض بيسال دلوقتي شيف المغازي هيحمر السجق مع البصله في قلب الحله ولا هيعمل ايه؟ اعتقد ان حضراتكم دلوقتي بتسالوا صح؟ خلونا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. تقطيع دي الاول، والبصله بتتحمر على النار، وانا من الناس اللي بيحبوا ان البصلايه تاخد لون في اي طبخه بعملها علشان اشيل الزفاره منها واشيل عمليه الصنان منها
وريحه البصله ما احسش بيها وانا باكل، ولكن استفيد بقيمتها الغذائيه. البصله ايه على النار، بص عليها كده، اهي هو ده اللون اللي انا عايزه. بصل وتوم بالشكل ده كده، معايا صوص طماطم ومعجون طماطم. سؤال جالنا دلوقتي على السوشيال ميديا، طريقه عمل الكبده الاسكندراني. احنا عملناها قبل كده وهي موجوده طبعا على صفحه اكله امي والصفحه الرسميه للقناه الاولى. طماطم طازه، دي المبكبكه، تخديعه بيسموها في الصعيد طبعا والريف المصري، التخديعه والصلصه والتسبيكه بتاعه الطماطمايه والبصله والتومه الحلوه اهو بالشكل ده كده. بحط كمان معجون طماطم. خلونا طبعا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف مع بعض ازاي اسرار عمل المبكبكة، وعاملين النهاردة الحمص الشام عشان جو البرد ده كده هنقدمه لحضراتكم. بنشجعكم ان انتوا تتناولوه في الصبح في الليل في اي وقت، مفيد جدا واهم حاجه يتسلي على طبيعته. ومعانا المولتن كيك النهارده، ومعانا نوع من انواع البطاطس اللي الاولاد بيحبوها، الاطفال الحلوين، بطاطا كروكيت. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الكل يتساءل امتى هنضيف السجق البلدي للمكرونه، هل هي هتستوي مع الصلصه ولا ازاي الشيف المغازي هيحافظ على شكل السجق البلدي ويتكلم مصر في قلب المكرونه بشكله زي اللي احنا عارفينه ده كده. طبعا لازم السجق البلدي ده طبعا احنا عارفين ان هو احشاء الضاني، محشي لحمه مفرومه متبله، فلازم نحافظ كمان على الشكل ده كده. فلازم يكون الزيت عندي شديد الحرارة ونسقطه في قلب الزيت كده ياخد الصدمة النارية. معانا فلفل حار، اللهم صل على النبي، بينزل على الصلصة اللي احنا عاملينها الحلوة دي كده اهو زي الفل. مبكبكة معروفة عنها ان هي سبايسي، تمام. بننزل بالمكرونة اهو تستوي في قلب الصلصه، نقلب كده. طبعا اذا احتاجت شويه ميه بتحط ميه مغليه، ما ينفعش تحط ميه بارده، خلي بالك اهو. سموها مبكبكه اللي هي مغازي علشان لازم تبكبك وتبوظ لك البوتاجاز، والبوتاجاز يبقى كله صوص طماطم. وبعد كده نقعد ننضف فيه. سؤال من على السوشيال ميديا، ايه هي انواع الصويا صوص؟ هو نوع واحد بيختلف من مصنع لمصنع ومن شركه لشركه، هو ناتج عن الصويا صوص. ولو استخدمتيها يا ست الكل ما تستخدميش ملح، استخدامك للصويا صوص بيغنيكي عن استخدام الملح والتوابل زي الكمون زي الكزبره زي القرفه الناعمه. وجود الصويا صوص في قلب اي اكله، يعني المطبخ الاسيوي او اي مطبخ غربي زي احنا عارفينه، ولكن ما بيتفقوش مع بعض الكمون ولا الكزبره ولا القرفه الناعمه مع الصويا صوص. مقادير المولتن كيك على الشاشه، عباره عن معلقتين من الدقيق، بيضتين، السجق يتحمر كده اهو وبخليه كده على جنب اهو، حلو قوي. هو ده السجق كده جاهز. المولتي الكيك مقاديره على الشاشه يا شباب، صباح الفل اهو. حطيت اتنين بيضه، معلقتين من الزيت، شويه سكر. ايه قصه المولتي الكيك دي؟ شوكولاته في شوكولاته، كاكاو مع شوكولاته، بيبقى لونها غامق جدا، ما بتتاكلش غير مع ايس كريم، ولازم تتقدم سخنه، وانا ما باكلهاش غير لما تكون سخنه، والايس كريم ينزل عليها كده ويسيح وامسكها بالايس كريم واكلها بالف انا وشفا. معانا المقادير على الشاشه، والصوره الحلوه مع الشوكولاه تتحدث عن نفسها. ادي الكاكاو يا ولي، وادي الشوكولاه، كل ده مع بعضه اقلبهم كده. شايفين الجو ده كده؟ انا حطيت البيكنج باودر على الدقيق وصفيتهم كده، او ان انا دخلتهم بالمصفى زي ما حضراتكم شايفين كده. الصوره الحلوه مع الاخراج الجميل والمبدع،
والاساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري. ادي مقادير المولتن كيك. سهل خالص. زي الفل. مقاديرها سهله وبسيطه، تحتاج مني شويه حليب صغيرين. حلو قوي. تنويه دلوقتي، طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان الحلقه دي حلقه تعليميه، ومهم جدا ان انا مع كل بنوته تخش المطبخ بعلمها ازاي تعمل نوع من انواع الحلويات، اكله حلوه مامتها بتحبها، تيتا بتحبها. مهم جدا لما تخش المطبخ تبقى واثقه من نفسك، حتى لو عملتي الاكله فاشله انت ناجحه، مش معناته الاكله طلعت مش كويسه وملحها زياده ومش ظابطه معاكي معناته ان انت بتعمل. لا بالعكس، ده بالعكس، انت كده بتتعلمي اكتر واكتر، لان اللي بيغلط في حاجه ما بيعيدهاش تاني ولا بيكررها تاني. معانا قالب المولتن كيك، وده موجود، دي موجود في اي محلات الادوات المنزليه. ده مش موجود عندك مفيش مشكله، ممكن تجيبي قالب زجاجي زي ده كده. دي بدايل يعني عشان حضراتكم تبقوا عارفين. بنحط كده المقادير اهي اهي اهي. ايه اللون الحلو ده كده؟ هندخلها الفرن دلوقتي في درجة حرارة 180، بتقعد في الفرن من 20 ل 15 دقيقة بالشكل ده كده، ونقلبها بقى تطلع ايه شكلها حلو كده. نقدمها مع شوية سكر بودر على الوش او ايس كريم لطيف زي الفل. شوفوا له ايس كريم هنا يا شباب كده في الفريزر بتاعنا، بالتأكيد فيه ان شاء الله. مفيش ايس كريم عادي، نحط معاه شربات عيني. حاضر اهو كده المقادير كلها زي الفل. تمام حاضر زي الفل كده اهو. تمام ندخل دي بقى الفرن. طبعا الفرن ترتيب الاكل مبكبكه بتستوي على النار من وقت للتاني بقلبها. وهندخل المولتن كيك في قلب الفرن كده، فوق ولا تحت؟ بالتاكيد تحت في ارضيه الفرن اهو. بنسيبه كده لمده 15 20 سم تقريبا اذا درجه حراره الفرن 180 معايا، وحسب الكميه وحسب الحجم. انا هستاذن حضراتكم اطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نشوف ازاي نعمل بطاطا كروكيت للاطفال الحلوين بطريقه سهله وبسيطه، وازاي نكمل مع بعض المبكبكه بالسجق البلدي. وما تنسوش الحمص الشام النهارده هنقدمه بطريقه جديده، اوعى تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الأولى. سجق بلدي دي لأول مرة حصريا، قولوا لي بقى حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة التلفزيون المصري. سجق بلدي مبكبكة. حد هيقول لي يا شيف مغاز ده السجق ده بيستوي كده من هب والنار؟ لا يا غالي، الطريقة اللي أنا اشتغلت بيها إن أنا حمرت السجق بره لوحده، وفي الآخر حطيته على المكرونه بعد ما بقت نص سوا، تكمل سواها مع الصلصه بتاعت اللي انا عاملها. احتاجت لميه مغليه، احط ميه مغليه. هستاذن فريق العمل نشوف مقادير البطاطا كروكيت، مشهوره جدا في المطبخ الغربي، موجوده في السوبر ماركت عبوات مختلفه باسماء مختلفه وماركات مختلفه. عايزك تعملها في البيت، بطاطس مسلوقه من خير ارضنا، بعد تسويها بالقشره بتاعتها تسيبها لما تبرد، تشيلي القشره تهرسيها. وصلنا لمرحلة الهرسة اهيت. معانا سميد ناعم، ده السر ودي التركاية، سميد ناعم. معانا بيضة في المقادير لنص كيلو بطاطس، يعني الكيلو ياخد بطين. معانا جبنة موزاريلا، لحمة مفرومة متعصجة متبلة، بصل أو تومة، كأنك بتعصجي لحمة للرقاق أو لأي حشوة إن كانت. بتحط خضرة زي ما أنت عايزة، تحط جبنة شيدر، جبنة موزاريلا، زي ما أنت حابة. هنشوف نعملها مع بعض إزاي بطريقة سهلة وبسيطة. سؤال حلو جدا على فكره، استخدامنا للمشروم زي انواع الخضار؟ طبعا هو نسبه وتناسب. لو بتعملي المشروم ما تحطيش المشروم في بدايه السله لانه بيستوي بسرعه. انا حطيت دلوقتي شويه سميد كده على البطاطس، شفت انا بعمل ايه اهو، وبحط يا عم الشيف في المقادير دي صفار الاثنين بيضه، مش هاخد البياض. شفت بقى التركايه ديت ليه البياض؟ لا يا شيف مغازي، وجود البياض في البطاطا الكروكيت هيخليها تفتح منك في قلب الزيت. شفت انا بعمل اهو الصفاره بالشكل ده كده،
كمان واحدة. اه التشيز كيك ممكن عادي، ممكن زي الجاتوه مفيش اي مشكله، تحط الحشوه اللي انت حباها، ممكن تعمليه بالشوكولاته او تعمليه بالكريمه مفيش اي مشكله. هقول لك طريقه دلوقتي سهله له خالص، اهم حاجه الحشوه بتاعته. شايفين انا بعمل ايه دلوقتي؟ العجينه دي اهم حاجه بس للساده المشاهدين، يهمني ان الساده المشاهدين يعرفوها. ايه هي يا شيف مغازي؟ بطاطس اتسلقت، بعد ما اتسلقت كويس هرستها، والبطاطس لازم تتسلق بالقشره بتاعتها. يعني ايه بالقشره؟ يعني ما تقشرهاش، خليها عشان نحافظ على الكربوهيدرات اللي موجوده فيها والنشا بتاعها. بعد ما بتتسلق بنهرسها ونحط معاها سميد ناعم. سيبه ياخد وقته كده زي الفل. حلو قوي، تعالوا مع بعض بقى نحشي البطاطس كده واحنا شغالين. اهو شيل دي من هنا. حاضر اهو. انا بس عايز انوع عن حاجه، العجينه اهم حاجه اللي انا عملتها دي اللي احنا عملناها بالطريقه دي كده. حاضر عينيا اهو. بتحشيها ازاي يا شيف؟ انا بحشي جبنه مع لحمه مفرومه. ممكن تتحشي جبنه بس اهو، شفت ازاي؟ زي الكوبيبه كده اهو، واقفلها كده اهو واعملها بايديا كده. السر في الحشوه هنا للامانه يعني هم شويه السميد الناعم. الله عليك، ربنا يجوزك يا رب. اهم حاجه في تعرفوا ايه اللي بيحصل في الكواليس؟ انا احتجت للسميد الناعم مش معايا، معايا كنت هعيط على الهوا دلوقتي، حد ابن حلال دخلوا لي على الهواء. الله يبارك لك يابا. خلصت اهي، شفت ازاي؟ اهي والله العظيم المصداقيه والشفافيه ده شعارنا، انا بتكلم بكل مصداقيه على الشاشه. انا هجيب كده طبق واللي انا هعمله اطلعه لحضراتكم دلوقتي حالا. من النهارده ما تشتريهاش، تعملها في البيت البطاطا الكروكيت. السر معلقتين سميد ناعم لكل نص كيلو بطاطس. جيبوها لي يا شباب حبايبي، فرسان التلفزيون مصر. جيب لي اهو. بص اهي فتحتها، حطيت لحمه مفرومه. عايزه تحط فراخ؟ عينيا. عايزه تحط فراخ حطي. عايزه تحط لحمه مفرومه براحتك، عايزه تحط سي فود براحتك، عايزه تعملها بالجبنه بس براحتك. شايفين الكروكيت بتلعب فيه دي؟ السر تاني معلقتين سميد ناعم. اخواتي وحبايبي اللي على السوشيال ميديا، فريق العمل اللي بوجه له تحيه وشكر، نشتغل 24/24، معلومه غير معلومه. وجود معلقتين سميد ناعم في خلطه البطاطس الماروسه للكروكيت بيساعد على تماسكها وقوامها وهي في حاله القلي او في حاله التحمير. حلو الكلام. جبنه موزاريلا، حط جبنه شيدر، اهلا وسهلا. تعملها بالجبنه القريش، اهلا وسهلا، زي ما انت حابه. تحشيها جمبري، اهلين وسهلين. ما تفكش. معلقتين السميد هنا، حارس مرمى قوي كده زي ابو جبل، ربنا يحميك يا ابني ويحفظك ويحميك يا رب، بيحارب ابو جبل ان شاء الله، ربنا ينصرنا ان شاء الله بكره باذن الله تعالى. وافتكروا كلامي ده، باذن الله تعالى الفوز للمره الثامنه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط ده كده. انا دايما اتوقع والله العظيم الفوز، ربنا بيكرمنا الحمد لله رب العالمين. الماتشين اللي فاتوا مع المغرب ومع الكاميرون توقعت الفوز، صح يا شفيق ولا لا؟ انت شاهد. في قلب البقسماط. نعم يا غالي، سؤال دلوقتي من الكنترول المره دي، قال لي ما بتحطهاش في بيض قبل السميد ليه؟ سؤال جميل جدا، عجبني السؤال ده. انا حاطط في الخلطه بيض، وجود البيض في الخلطة بيغنيني ان انا ما احطهاش في بيض خالص. حط اللحمة، حط الجبنة، ممكن تدخلها الفريزر بقى، دي من الحاجات اللي ممكن تجهزها وتحضريها، مهمة جدا. وترجعي من الشغل تحمريها لاولادك، فيها نشويات، فيها كربوهيدرات، فيها بروتين، يعني وجبة متكاملة. حاضر كده اهو. حلو الكلام. نعمل كمان ولا كفاية؟ زي الفل. حاضر حاضر. طب ما نغرف المكرونه الاول، المكرونه دي عشان نبص عليها كده ونشوف الصوره الحلوه. مبكبكه دي انا بحبها قوي على فكره. اللهم صل على النبي. اوبا، تستاهل الطبق ده. مبكبكه بتتكلم مصري. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها كده. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ السجق فين؟ ماسك نفسه.
بيتكلم اهو، بيتكلم عن نفسه. المكرونه بتتكلم عن نفسها، ما تهراش السجق، ما تهراش المكرونه، كله مع بعض. نغرفها بسرعه كده. نعمين. سؤال وجيه جدا. بص بقى يا استاذ رحاب، السؤال ده من استاذ رحاب، بتقول لك ليه احنا مش بنغطي الحله في سلق المكرونه؟ ما نغطيش الحله لان وجود البخار، ولو غطينا الحله المكرونه دي هتعجن مننا. احنا مش بنعمل رز، يقول لك اطلع الرز لما يستوي. نعم. ما ينفعش يا شفيق انت حبيبي. الله يعمل لك اللي انت عايزه. قول لي اغرق هغرق. قول لي شيل الحله وصبها كده، عايز اطلع صوره حلوه. كل واحد بيلعب في ملعبه بقى. ايه ده ايه ده ايه ده، اللهم صل على النبي. ايه المبكبكه؟ الف انا وشيف اللي ياكل. حاضر، طلع لك السجق على الوش دلوقتي. مستوي، دوق. والكلام بعد الدوق، بعد ما تدوق يعني. والفلفل الحار. هتاكل المكرونه وتسيب السجق للولاد. وكل سجق ايه ماسكه نفسها. جمع سجق، مفرد سجق يا شفروت، مفرد سجق. سجق كل سجق ماسكه نفسها. عينيا. لا مش هحط اي خضره ولا اي حاجه، هي كده حلوه قوي. الف هنا وشفا. طيب اللي بعده، المولتن كيك. اوعى يكون اتحرق يا شيف. المال الحلال ربنا بيبارك فيه. اللهم صل على النبي. طلع دي كمان من الفرن. يا ويلي. طب نعرفها استوت ما استوتش ازاي يا عم الشباب؟ ورينا بالله عليك، تورينا حالا. البطاطا الكركت في حاله تحميرها اهي اهي، زيت شديد الحراره. نرفع الزيت ده كده يسخن شويه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الصح؟ ان دي تتحط في الفريزر شويه تمسك نفسها، مفيش مشكله. شفتوا ايه؟ عايزه، هي بتتدحرك في الطبق، عايزه تنزل الزيت. اصبر يا حاج على رزقك شويه. اهو ادي البطاطا الكروكيت في قلب الزيت. تعالوا مع بعض. الحمص الشام بتاعنا ايه اخباره؟ انا غرفت كوبايتين طبعا. اللهم صل على النبي. ايه المعلومه اللي عايز اقولها بقى للحمص الشام؟ عشان احنا الايام دي في ايام الشتاء استخدمناه كتير يعني. انا شخصيا والله العظيم امبارح الجمعه بعد صلاه الجمعه اكلت كوبايتين. اللهم صل على النبي. شويه الميه دول ذهب ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. حطه هنا كده. المعلومه اللي عايز اقولها مهمه جدا، في حاله ان انا لما اسلق الحمص الشام بالذات يتغسل من بالليل، ويتحط بعد ما يتغسل يتحط في ميه لمده اقل حاجه 10 ساعات. الميه اللي اتنقع فيها الحمص بنخلص منها، غير القمح. القمح الميه اللي بننقع فيه ممكن نشربها ميه مثلجه لطيفه مفيده جدا. وموجوده على السوشيال ميديا. اما الميه بتاعت نقع الحمص نخلص منها، لانها طبعا فيها غازات واللي بتساعد على الانتفاخ ومشاكل الكولون. وبعد كده ناخده على ميه نظيفه مع بصل مع ثوم مع طماطم ويتسلق كويس، وفي الاخر يبقى معانا على الشاشه كده. ده مننا من خلال شاشه التلفزيون المصري القناه الاولى لكل الساده المشاهدين. كل عام وحضراتكم بخير. خلاص الايام الحلوه هلت، والسنه دي سنه حلوه والله العظيم، بدا بدايه زي الفل. وانا متفائل ان شاء الله بفوزنا باذن الله تعالى، ونرجع بالكاس للمره الثامنه، ومصر كلها بتنتصر، مصر كلها هتفرح ان شاء الله يوم الاحد باذن الله. وقلبي مع المنتخب والله العظيم، بنحارب مش بنلعب كوره. استمتاع كبير. شايفين البطاطس؟ لا مش هطلعها غير لما تتحمر للامانه، معلش عشان هفطر بيها دلوقتي. بروتين وكربوهيدرات ونشويات، كل حاجه فيها، يعني وجبه متكامله. فكت؟ لا. شقيت؟ لا. الحشوه طلعت بره؟ لا. وعلى عينك يا تاجر. نططها في قلب القلايه؟ مستحيل. لو المخرج سابني كنت عملت لي 20 30 حبه للجيران والحبايب. تاخدي منها لحماتك وتريحي تزوريها. والله العظيم لو خدت لها 10 وحدات من دول احسن من دسته جاتو. 12 واحده عشان تبقى الدسته كامله. الدسته 24 ولا 12؟ حد يقول لي، عشان ما حدش يقول لي على السوشيال ميديا شيف مغازي ما دخلش مدرسه، الدسته مش 12، الدسته 24.
يا غلابة. نعم يا كام يا غالي؟ 12. اه والله العظيم ما هيسيبوني. شوف مغازي ما دخلش مدرسة، الدستة 12 مش 24. واد خد بقى من الصبح بقى. حاضر يا فندم. اهو شفت البطاطا فكت؟ لا. شققت؟ لا. اهي ماسكة نفسها اهو. اهي اللهم صل على النبي، ألف هنا وشفا لليأكل منها. اهي نقدمها للسادة المشاهدين كده في المقدمة. حلقتنا بساطة سهولة مرونة، فقرة تدريبية تعليمية لكل بنوتة حلوة بتخش المطبخ بتساعد ماما تقدري تعملي أكلة مشهورة جدا في المطبخ المغربي ولكن ببصمة مصرية. سجق بلدي مع رصة الشارع جبناه ومكرونة وعملنا طبق مشهور جدا. عملنا الحمص الشام عشان جو البرد، عملنا بطاطا كروكيت للأطفال الحلوين بيسمعوا كلام بابي وماما، عملنا المولتن كيك بطريقة الخاصة ده يبرد نحط عليه آيس كريم بألف أنا وشفا. وبساطة سهولة مرونة، تكلفة قليلة جدا. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.